في خبر أخير، أوقفت شركة توتال الإنتاج في بعض الوحدات بثلاث مصاف للنفط في فرنسا بسبب احتجاجات على إصلاحات مقترحة في قانون العمل. وقال الاتحاد الفرنسي للصناعات البترولية إن محتجين حاصروا ثلاثا من مستودعات توتال النفطية، ما أدى إلى نفاذ وقودها أو جزء منه. وشهدت فرنسا موجة من الإضرابات خلال الأسبوع الماضي بعدما قررت الحكومة الفرنسية فرض الإصلاحات المتعلقة بسوق العمل من خلال الجمعية الوطنية الفرنسية المجلس الأدنى في البرلمان دون تصويت رغم المعارضة الشعبية.